رد علي، ده أنا أبوك مدبولي. أنت زعلان ليه؟ ده أنا حجوزك هالنومة والمهر جايبولك معايا في جيبي أهو، حكتب لك عليها الليلة. بس اوعى يا ابني من سكة القطر، دخل إليك جوه الكمام. أيوه أهو كده كويس. الكم التاني. أيوه أيوه. قوم 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 يا عريس. يا إلهو يا ابني. حسن البارودي ممثل مصري من مواليد القاهرة، في 19 من شهر نوفمبر من العام 1898، وكان يعمل مترجما بإحدى الشركات السياحية. تفتحت موهبته التمثيلية في فرق المسرح المدرسي في فترة ما قبل ثورة العام 1919، حيث بدأ حسن البارودي حياته الفنية. في العام 1923 التحق بفرقة حافظ نجيب، ثم فرقة رمسيس المسرحية، ثم فرقة فاطمة رشدي، وظل يتنقل من فرقة إلى أخرى حتى شكل فرقة مسرحية مع الفنانة نجمة إبراهيم، جال بها المحافظات ووصل حتى السودان، واستقر بها لسنوات قبل أن يعود لمصر ليواصل مشواره الفني. قدم الفنان حسن البارودي العديد من المسرحيات، يذكر منها الجمهور تلك التي عرضت على شاشات التلفزيون، مثل مسرحية سكة السلامة ومسرحية السبنسة. أما عن مشواره السينمائي فقد بدأه في العام 1934 بدوره في فيلم ابن الشعب، ثم في العام 1941 قدم عاصفة على الرصيف. توالت بعد ذلك أدواره في الأربعينيات، مثل أدواره في أفلام علي بابا والأربعين حرامي، وبنت زوات، وأولاد الفقراء، والعامل، وكرسي الاعتراف. واستمر عطاء حسن البارودي في الستينيات ليقدم لنا زقاق المدأ، إلى أن قدم في العام 1973 آخر أدواره في فيلم العصفور، وذلك قبل أن توفيه المنية في 17 من شهر سبتمبر من العام 1974. حصل حسن البارودي على وسام الفنون في العام 1959. حقيقة بشكر الزملاء على هذا التقرير الوافي الحقيقة، اللي جمع مجموعة من حياة وأعمال فناننا الكبير الفنان حسن البارودي، اللي كان بيعتبر مثله كمثل فنانين هذا العصر تيمة مش ممكن أبدا تنساها السينما المصرية. باب الحديد، الزوجة الثانية، الشيماء، مجموعة كبيرة من المسرحيات، مجموعة كبيرة من المسلسلات الإذاعية، الحقيقة أثرت الحياة الفنية في حياة المصريين وحياة الفنان الكبير حسن البارودي. ضيفي وضيف حضراتكم النهاردة هو ابن هذا الفنان العظيم، دكتور أشرف حسن البارودي. برحب بحضرتك وأهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك وسعداء جدا بوجودك، ويعني الوالد منور علينا حياتنا من خلال أعماله، وهو موجود معنا حتى الآن برغم رحيله يعني بأعماله المميزة. لكن وراء يعني الشكل اللي احنا كنا بنشوفه ده، سواء تأديته للشخص المغلوب على أمره في بعض الأحيان، أو التيمة الشعبية أحيانا، أو الرجل الطيب أو الرجل الشرير أو الرجل الخبيث، يعني بهدوء كل الكلمات قدمها بشكل رائع. الإنسان حسن البارودي، يعني إيه اللي احنا منعرفوش عن حسن البارودي؟ والله الحقيقة هو كان راجل هادئ الطبع جدا، يعني ممكن كتير من المشاهدين يفتكروا
انه لما كان بيطلع في افلام الشر زي مثلا هجره الرسول لما كان بيسير السيوف ولا الشيماء ولا هذه الادوار كانوا بيعتقدوا ان وراء خلفيه هذه الشخصيه شخصيه شرسه شخصيه مثلا نقول بخيله لانه طبعا في ادوار البخل كان شديد فعلا كان مقنع جدا يعني بس هو كان سخي حقيقه يعني فكانوا بيسالوني دايما ايه هي الخلفيه يعني شخصيه حسن البارودي في البيت على الاقل قول لنا شكله ايه يعني صحيح. هو كان راجل هادئ الطبع جدا وما تسمعلوش صوت خالص وكان لما بيجي له ادوار بيحفظها كويس قوي يعني اكنه زي رجل مبتدئ ممثل مبتدئ بيحفظ ادواره وخايف ويوم ما بيروح وطبعا في اخر ايامه كان هو نظره ضعيف شويه فكان بياخدني معاه وانا حاطط ايده في ايده بحس برعشه ان هو كان بيرتعش مش عشان سنه لكن هو خايف من الدور بتاريخه ده تاريخ انت راجل دلوقتي بقالك اكتر من 60 سنه بتمثل مش يعني لازم تكون انسان محترف فسالت بعض علماء يعني او دكاتره الطب النفسي قالوا هو هذا هو الانسان الحقيقي صحيح اكنه داخل امتحان وحافظ دوره كويس ويقول لي اقعد سمع لي اشرف طب انت هتاخد دور امين الرزق وانا هاخد دور حسن بارودي وانت تدخل معايا وكنا في هذا يعني في هذا الاطار يعني ايه عايشين ده بياخدني انه بنشوف دايما من ابناء الممثلين والفنانين انه بيمتهن هذه المهنه وبيكون عنده الموهبه يعني على فكره صوت حضرتك شويه فيه نفس النبره لو حبيت اقرب لها يعني دكتور اشرف ما انتهكتش ليه هذا النهج والله هو كان حسن البارودي كان لي نظره او راي في هذا الموضوع طبعا مع احترام الجميع اولاد الفنانين لكن خدها مني كلمه لن يصل أحد من أفلام أولاد الفنانين إلى درجة أبائهم خالص يعني هم يكونوا ناجحين مشهورين مقنعين لكن هل فلان هيبقى زي أبوه؟ هل فلان هتبقى زي أبوها؟ أعتقد أنه هو هيكون صعب احنا بقول بعض مش ممكن يعني التعميم خطر يعني أو بيخلق نفسه شكل تاني بالضبط كده لكن كان حسن البارودي بقى إيه عرضوا عليه قالوا طيب ما أنت عندك ثلاث بنتين وولد طب ما نقدر ندخلهم في التمثيل أو كان يرفض رفضا تاما السبب إيه كان بيشفق علينا من صعوبة المهنة كان بيقعدوا 18 ساعة و 19 ساعة في الاستوديو وبعدين زمان في التلفزيون ما كانش فيه اللي هو دلوقتي الدراما اللي هي بتاعت الفيديو يلزق وان شوت وان شوت لو غلط في المشهد لازم هيعيده من اوله تاني هو لو علشان مفيش مونتاج او كلمة او حرف او لفظ احيانا في دراما رمضانية في الستينات كانوا بيسجلوا ده هوا اون اير اون اير بيمثلوه لاول مرة بالظبط فدي كانت شاقة جدا فهو رفض ان احنا ندخل هذا المجال وطبعا يعني ما كانش لنا الخيار طبعا واحنا ما كناش هنسيب بصمه على الاقل يعني حتى لو دخلنا ما كناش هنسيب بصمه زي حسن البارودي يعني بس اكيد حضرتك سايب بصمه هائله في اداره الفنادق اللي حضرتك بتمتهنها ودكتور فيها يعني ايوه فندم طبعا في الزمن الجميل ده كان الممثلين يعني بيجيدوا جدا التمثيل و انهم يلبسوا الشخصيه لدرجه ان الناس ممكن تصدقهم وتعتقد ان هم كده يعني اعتقد انهم ممكن يكونوا صدقوا حسن البارودي جدا في فيلم الزوجه الثانيه اللي هو المأذون اللي حلل ما احرمه الله بالرغم ان هو بعيد كل البعد عنه كان غلبان قوي يعني فيعني ردود افعال الجماهير على ادائه ومدى اقتناعهم بادواره ده هل وقعوا في مشاكل احيانا انا هحكي لك واقعه كان هو طبعا بيحكيها لبعض المذيعين لما بيجوا ياخدوا منه حديث ولا حاجه انا كنت بسمع يعني واخزن في الذاكره علشان هذا الموقف يعني اقدر يعني في ماده حوار يعني كان بيقول لي مره بيقول لها مره ان زمان يعني في الاربعينات او الاربعينات كان بيمثل مسرحيه قديمه وكان طالع فيها راجل شرير جدا بخيل جدا وبيعذب ولاده وبيعذب مراته وعامل لهم قلق جامد قوي جدا وفي تفاعل جدا من الجمهور على جمهور المسرح فلدرجه ان هو بعد ما خلص المسرحيه وخارج من باب الممثلين لقى اثنين او ثلاثه واقفين له بره وعاوزين يضربوه من الجمهور الجمهور من كتر ما هم اقتنعوا بالشخصيه مش ممكن يعني هل الثقافه زمان كده لهذه الدرجه ان هو اقنع الناس ان هو حقيقه وهم عندهم الثقافه فعلا ان ده مش تمثيل ان ده حقيقي هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه طبعا المصريين خرجوا بقى ما اعرفش الاستاذ حسين رياض وزكي رستم اللي عمال اتلموا بقى حواليه يا جماعه ده بيمثل يا جماعه هنضربه هنهدر دمه ازاي يعمل في مراته واولاده كده في فكانت طبعا ده حاجه من ده نجاح مباشر الحقيقه لكن على ذكر الاسماء العظيمه اللي انت ذكرتها الاستاذ زكي رستم الفنانه ماري منير
دياب، الاستاذ شكري سرحان، كل النجوم اللي مثل معاهم الحقيقه العظيم حسن البارودي. عايز اعرف انت عاصرت الوالد للعشرينات طبعا. لا اكلمني مثلا على هنقول مثلا الستينات والسبعينات، اسف عشرينات من عمرك يعني. كلمني مثلا عن انا نفسي اعرف حد قريب من الفنان زكي رستم مثلا. زكي رستم كان 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 عشان هو الحاجه السنيه بينه وبين الجماعه اللي هقول لك عليهم دول كانوا قريبين بالسن مع بعضهم. يعني كان الصديق الصادوق لحسن البارودي حسين رياض. حسين رياض وزكي رستم، محمود المليجي، مثلا نقول اللي هم حصل هقول لك لدرجه قد ايه الصداقه اثرت حسن البارودي من حسين رياض لما توفى رحمة الله عليه. حسين رياض توفى قبل حسن البارودي. وحصل موقف قدامي بقى، كان بيمثل مسرحية في اسكندرية اللي هي مسرحية سكة السلامة. طبعا أكيد حضرتك عارفينها يعني. مسرحية المشهورة. وهو كان بيطلع في الفصل الثالث حارس القبور. وكان دوره أنه بينعي أنيسة مراته اللي الألمان قتلوها، والسنك دخل في بطنها، وبيقعد يعيط على المسرح على مراته. فحسين رياض مع حفظ الالقاب طبعا لحسن مدام فاطمه حسين رياض هتتفرج عليها دلوقتي وتعمل لي مشكله. حياتها كبيره ليها للفنان العملاق حسين رياض، استاذ حسين رياض طبعا. فالمهم توفى حسين رياض قبل ما حسن البارودي يطلع على المسرح. وبعدين قالوا لهم، قالوا يعني الكاست قالوا له اوعوا تقولوا لحسن البارودي، لحسن مش هيكمل المسرحيه. وللاسف تسرب الخبر لحسن البارودي قبل ما يطلع لدوره. انهار انهيار شديد قدامي، وقع في الاوضه بتاعته واتلم حواليه، ولغايه ما اسعفوه قالوا له يلا لازم تطلع على المسرح. يعني اول مره اشوف دموع حسن البارودي الحقيقيه حقيقيه على المسرح في هذا اليوم. هو ممكن كانت تانية تكون ما كانش بيدمع، ما كانش بيجيب دموع، لكن كان بيمثل. لكن بعد كده سالته ليه يا بابا انت كنت، قال لي انا يا ابني انا كنت يعني وانا بتكلم ما كنتش بتكلم عن أنيسة مراتي، انا كنت بتكلم عن حسين رياض، فعشان كده ما قدرتش امسك دموعي. وكانه كان بينعيه هو بينعيه على المسرح. كان بينعيه. هذه هي كانت العلاقه بين هؤلاء الفنانين في هذه الحقبه الزمنيه. كان في منافسه لكن ما كانش في لا حقد ولا غل ولا اساليب غير مشروعه في المنافسه زي ما احيانا ما بنشوف دلوقتي. تحب اقول لكم بقى يعني حاجه جديده، خبر جديد. يا ريت. كيف نحيي تراث هؤلاء العمالقه؟ في لجنة اسمها لجنة أبناء فناني الزمن الجميل. دي تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وبيرأسها أو الدكتور نبيل رزق اللي هو ممثل المنظمة أو المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو صاحب فكرة إحياء فناني زمن الفن الجميل. أهداف اللجنة دي إيه؟ اللي هي عملية إحياء التراث القديم للفنانين القدماء الأبيض، مسمينها الأبيض والأسود. بل حضرتك إحنا عملنا سورفي، يعني دراسة صغيرة كده من الشباب الموجود، وخدنا الشريحة من 20 ل 25 سنة وسألناهم، تعرف نجيب الريحاني؟ تعرف حسن البارودي؟ تعرف حسين رياض؟ تعرف زكي رستم؟ تعرف محمد مجدي؟ للأسف كانت النتيجة 99 و9 و10 ما نعرفش، لا أسماء ولا أشكال. حاجة تانية، الإعلام. يعني حقيقة أنا بقول بعض وسائل الإعلام إن الناس دول لم يكرموا في حياتهم بالشكل اللائق، ولم يكرموا بعد وفاتهم. بعض وسائل الإعلام مش هنقول تجاهلت، هنقول يعني إن هي إيه بتعبير آخر، إنجاز التعبير، بتتناسى هؤلاء الفنانين. وأقصى حاجة بتعملها اليوم يمر ذكرى رحيل الفنان فلان الفلاني. إحنا عملنا إيه بقى كربطة أو كلجنة؟ اتصلنا بأبلاد الفنانين الموجودين وأحفادهم، ولمينا شوية منهم كويسين قوي، وعملنا معهم لقاءات، وكانت لقاءات ودية. لما أقعد مع الأستاذ طارق أو الأستاذة بحس إن حسين رياض قاعد قدامي، أو ماري منيب قاعدة قدامي، أو زكي رستم قاعد قدامي. يعني روح الفنان كانت بتبقى موجودة في هذه اللقاءات بالفعل. لقاءات حميمية، أسرة واحدة. احكي لي دكتور أشرف عن لقاء من اللقاءات دي بابن فنان مثلا ناس ما تعرفوش وبتحبه جدا. بالظبط كده. يعني اللي حصل إن بعد ما بنجتمع كل واحد من هؤلاء الفنانين بيذكروا المواقف الخاصة بأبائهم أو أمهاتهم اللي حصلت لهم الشخصية. خد بال حضرتك، وبتبقى لقاءات جميلة جدا 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 بالفعل. ايه المشكله بتاعتنا حاليا كلجنه عاوزين نشكلها عشان نحيي تراث هذا الفن الجميل؟ نعم. مشكلتنا ان احنا عاوزين نؤسس هذه اللجنه ونشهرها، اشهار وتاسيس المكتب. وتاسيس المكتب ده جبنا جميع الموافقات من جميع الجهات، وزاره الخارجيه مشكوره هي قامت بهذا المجهود، وجابت جميع الموافقات من جميع الوزارات والجهات الامنيه الى اخره. تبقى موافقه واحده فقط، هي موافقه وزاره الثقافه، اللي هي ما وافقتش لغايه دلوقتي،
والملف بتاعنا بقى. اه ما هقول لحضرتك المنوط بيها الهمنوط بيها هي جهه اشرافيه احنا مش عاوزين منها حاجه خالص هي جهه اشرافيه الملف بتاعنا فين في درج الاستاذ حسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير استاذ حسن هات الملف ايه المشكله انت مش موافق عليهم ليه ايه طب انا بعلم من هذا البرنامج للاستاذ حلم النمر ارجوك حدد لنا ميعاد ونقعد نتكلم ونتحاور ونشوف اذا في اي مشكله هنقدر نحلها طيب. الملف ناقص الربط دي فندم بتختص بجمع كل الاعمال الفنيه بتاعت هؤلاء الفنانين وحياتهم او سيرتهم الذاتيه بالظبط يعني ايه تاني بيتضمنوا او بتضمنوا احنا عاوزين ناحيه راسهم يعني مثلا هقول لك حاجه من الحاجات اللي عملناها بره بيعملوا لوحه رخاميه صغيره كده يقولوا مثلا وبتتعلق على بيت الفنان ويقولوا كان يعيش هنا الفنان حسن البارودي وتاريخ ميلاده وتاريخ وفاته ده مهم دي عشان ما نلاقيش بيوت بتهدم كل يوم لفنانين عظماء ونرجع نقول يا معقوله هدمنا فيلا فريد شوقي هدمنا مثلا دي حاجه من الحاجات غريبه قوي يعني. هنتصل بالمحافظين علشان ان احنا نسمي الشوارع باسماء حسن البارودي حسين رياض زكي رستم حاجه من دكتور اشرف يعني وقتنا للاسف خلص مع حضرتك لكن فكره نبيله ورائعه لانه هؤلاء الفنانين هم عملوا اعمال عظيمه جدا لصالح الوطن ولصالح كمان الفن المصري احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنناشد السيد وزير الثقافه الاستاذ حلمي النمنم وباذن الله يكون في حل في القريب العاجل شكرا في ثانيه في ثانية 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 يوم 27 ديسمبر في احتفالية في سيراميس انتركونتيننتال لإحياء يعني زمن الفن الجميل وهنوزع اللي هي ودي دعوة مفتوحة؟ تشرفونا دعوة مفتوحة للجمهور كمان؟ لا مش للجمهور لأبناء زمن الفن الجميل اللي هم مش موجودين معانا حاول إن شاء الله نبعت كاميرا على الأقل نغطي الفعالية دي تشرفونا أستاذ طارق تشرفونا حضرتك احنا في حاجة يعني الناس اللي ما تعرفش ماضيها مش هتعرف لا حاضرها ولا مستقبلها بالظبط كده احنا في حاجة إن احنا نتذكر ماضينا العظيم علشان نمشي على نهج العظماء وإن شاء الله نكمل في فن حقيقي ورسالة حقيقية للثقافة والفن بشكر حضرتك دكتور أشرف حسن البارودي شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لك دكتور أشرف كده تكون خلصت حلقة النهاردة من برنامج مصر الجميلة إلى اللقاء